حياكم الله. حلقتنا اليوم مخصصة عن تفاصيل تجديد الثقة بالمدرب المونتينيغري بيتروفيتش لقيادة المنتخب الوطني في الأدوار المتبقية من تصفيات كأس العالم. من الطبيعي أو من المفترض أن تكون بعد كل إخفاق تكون هنالك دراسة وحلول، لكن بعد خروجنا من كأس العرب كان المشهد كما يلي: ذهب اتحاد الكرة إلى سياسة تمييع القضية في عامل الزمن ومن خلال الصمت، وبعدها إلهاء الشارع الكروي بقضية تجديد العقد مع بيتروفيتش من عدمه، ومن ثم إعفاء المدرب المساعد رحيم حميد من مهامه، بالتالي بات الإخفاق في كأس العرب في طي النسيان. هذه التفاصيل وأخرى تخص منتخبنا الوطني ستكون محور النقاش مع ضيفنا عبر حلقة هذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. أهلا بكم مرة أخرى مع محورنا لهذا اليوم المخصص عن إخفاق المنتخب والخروج المبكر من بطولة كأس العرب وما تبع ذلك من قرارات ومعالجات تمت من قبل اتحاد الكرة، ومنها تجديد الثقة بالمدرب بيتروفيتش وكذلك إقالة المدرب المساعد رحيم حميد. بهذا الشأن، هل حقا يملك المدرب والمساعد دور فعال وحقيقي حتى يحمل كل هذه المسؤولية؟ وهل يعتبر هذا حل يفرضه الواقع أم هو ذرع الرماد في العيون؟ هذه التفاصيل وأخرى سنتابعها في سياق التقرير التالي، خليكم ويانا. بعد ترقب وانتظار حسم الأمر بتجديد الثقة بالمدرب المونتينيغري بيتروفيتش ليقود أسود الرافدين في المباريات المتبقية من تصفيات المونديال، لكن الاتحاد إلى الآن لم يحسم هوية المدرب المساعد، والغريب بالأمر أن تحسم هوية المدرب الأول ونتحير في حسم مساعده في جدلية باتت مألوفة في إدارات الاتحادات المتعاقبة على جمهورية القدم في فرضية عكسية تكشف مدى التأثيرات على حسم القرار. سياسة التمييع مستمرة وغياب دور اللجان يكشف ركاكة العمل الإداري في اتحاد الكرة، فلا يمكن أن يثار الجدل قبل اتخاذ أي قرار، ويكثر الحديث هنا ويفتح الباب للتكهنات وتدخل على الخط سياسة التوسط والتأثير، فمن يؤثر أكثر يفوز بالمنصب دون البحث بالمؤهلات، بينما الجماهير باقية تنتظر من سيكون مع بيتروفيتش ما بين فرحان ومنير أو محمود أم جبار. انشغلتم بالصراع مع الإعلام ورصد ردود الأفعال في قضية مفتعلة عبر الميديا رغم أنها لا تستحق حتى أن تصنف بقائمة الأخبار. انتبهوا إلى الأهم واتركوا الطافحات على سطح الإسقاطات، فتلك تفاصيل أدمنها الجمهور وبات يفرزن ما بين ناقد وسمسار. منتخبنا في مهب الريح والمجهول يتقاذف كرتنا، ونترقب من يروضها ويعيد رزنامة تأهيلها وفقا لرؤى وتخطيط وأفكار. لا تكثر الحديث وجدل القيل والقال، والتفتوا لجسام كبواتنا، ففي التصفيات لم نكن مقنعين وفي كأس العرب كان انكسار. الزمن يمر ومنتخبنا بحاجة إلى الاستقرار، وأنتم مطالبون بالحسم دون الانتظار. إما نكون أو نكون لا غيرها من خيار، فهذا العراق شعبا وأرضا لا يقبل بغير الانكسار. مشاهدينا، رحبوا معي بالمدرب الكفء أحمد خلف الذي ينضم معنا عبر السكايب من العاصمة بغداد، والذي سبق له أن عمل بمعية المدرب السابق كاتانيتش، وهو الآخر كان ضحية التغيير الممنهج التي طبعا هاي التغييرات التي تطال المدرب المساعد. اليوم سنطرح أيضا على طاولته العديد من الأسئلة المهمة التي تدور في الشارع الكروي. أهلا بك كابتن سعداء بانضمامك إلينا في صدى الرياضة. أهلا وسهلا، مساء علي الأسعد، طبعا شرف الحضور معاكم، إن شاء الله تكون الحلقة بها الفائدة ونول بها قضايا منتخبنا وتهم كرتنا إن شاء الله.
ان شاء الله. يعني قبل ما ابدا بالاسئله، اولا انا مشتاق لك وان شاء الله تكون بخير وصحه وسلامه. انا الاشواق والحمد لله. طبعا بعد تجربه الجويه الفتره اللي قضيتها على القوه الجويه، الان انا في فتره استراحه، يعني جتني عروض من كذا نادي، ولكن ما اريد الاستعجال بموضوع التدريب. تعرف نريد نكمل بمقارنات فيها نجاح يكون، فلذلك جاي نتأنى بموضوع اختيار المكان الأنسب إن شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق وللجميع الصحة والسلامة إن شاء الله. ممتاز كابتن، نتمنى لك التوفيق يا رب. كابتن أحمد، كابتن أحمد، حضرتك تعلم إخفاق المنتخب في كأس العرب وما تبع ذلك من قرارات يعني تمت من قبل اتحاد الكرة، ومنها تجديد الثقة بالمدرب بيتروفيتش. بداية، كيف ترى قرار التمسك بالمدرب بيتروفيتش للفترة المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا يمكن كنا اكبر الخاسرين في بطولة كأس العرب الأخير، بالنظر للمستويات العالية اللي شفناها لبعض المنتخبات، خاصة منتخبات افريقيا، عرب افريقيا. شفنا هناك يعني فجوة بيننا وبين كرة القدم المتقدمة. يعني اعتقد يعني ممكن ان نقول بطولة كأس العرب كشفتنا على حقيقتنا، احنا وين 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 مكاننا، وين حجمنا الحقيقي بالنسبة لآسيا وبالنسبة لكرة القدم العربية. اكبر الخاسرين لانه احنا خسرنا النتائج وخسرنا الاداء. المكسب الوحيد اللي كسبناه ظهر لنا لاعب احمد فرحان، يعني لاعب اخر، لاعب او لاعبين، يمكن هو هذا كان المكسب الوحيد بالنسبه لبطوله كاس العرب. بالنسبه لموضوع المدرب، يعني اعتقد هو هذا قرار يخص الناس المختصين اتحاد كره القدم، بس بما ما نقرا وما نسمع انه هم اعطوه الثقه لمباراتين، واعتقد هذا موضوع يدخلنا بحيره من هذا القرار، لانه اليوم انت اكيد لازم هناك تولدت عندك قناعه تامه وراسخه انه المدرب عنده القدره يقود المنتخب للقادم، عنده القدره ينجح مع المنتخب الوطني. اليوم او البارحه كنت اقرا تصريحات لشكل المدرب يقول احنا في طور بناء منتخب وطني قوي، وانا اعتقد البناء ما يتم بتصفيات العالم. كل ما قبل تصفيات كأس العالم هو المفروض يخدم تصفيات كأس العالم، احنا البلد الوحيد اللي نبني من خلال تصفيات كأس العالم في هذه الطامة الكبرى. في نفس الوقت دائما احنا بكل انتكاسة عندنا ضحية، بكل انتكاسة نرمي اخطائنا على الغير ونجد لنا ضحية. اليوم نسمع انه بعاد الكابتن رحيم حميد، يعني ما اعتقد هو كان السبب الرئيسي فيما احنا نمر به. كابتن احمد لو سمحت لي، يعني راح اجي على جزء المدرب المساعد، ولكن خلي حتى المحاور نجزئها. ساتكلم هنا في جزئيه فنيه بحته، وحضرتك يعني مدرب واعلم بالنواحي الفنيه. هل ما قدمه بيتروفيتش في كاس العرب، وانت كنت تتكلم في نواحي فنيه قبل قليل، هل ما قدمه في كاس العرب كافيا لبقائه على راس الهرم التدريبي باعتقادك؟ هو بقاء من عدم لازم مرتبط بما احنا نريد. احنا شنو اللي نريد بالفتره القادمه؟ نريد نتاهل عن مجموعتنا كافضل الثوالث، نريد نبني فريق للمستقبل. انا قلت لك يمكن ببدايه حديثي ما قدمنا اللي يشفع لنا فنيا، ما قدمنا اللي يشفع لنا انه نكون من ضمن كبار اسيا ونكون من يكون عندنا منتخب قوي للمستقبل. فنيا كنا ضعيفين جدا، فكان عندنا فريق يقدر يجاري الفرق اللي معانا بالمجموعة، وبالتالي هي الأمور الفنية تخص عمل المدرب. بيتروفيتش إجا يعني من اشترك ببطولة كأس العرب، ما ممكن يعني الحكم عليه لأنه باعتبار كثير من النقوصات كان يشهدها المنتخب الوطني بالفترة الأخيرة، اللاعبين اللي غابوا، فيعني اضطر يلعب بالمتوفر من اللاعبين، المتوفر اللي متيح بهذه البطوله باتحاد اللاعبين المختلفين المرتبطين بانديتهم. فلذلك لا اني ولا غير اليوم ما ممكن نحكم على القيمه الفنيه للمدرب من خلال هذه البطوله، من خلال 3 مباريات، يظل النقصات الكثيره للاعبين، صعب الحكم على مدرب في هذا الوضع. يعني هذه لازم فيها واحد يعني يخليها بالحسابات. طيب كابتن، اسمح لي أن أقلب السؤال للوصول إلى يعني مدايات أبعد. لو كنت حضرتك المسؤول،
هل ستجدد لبيتروفيتش أم لا؟ وإن كان الجواب كلا، فهل ستذهب للتعاقد مع مدرب أجنبي أم محلي؟ والله شوف اليوم يعني احنا خلينا نكون واقعيين، واقعية والإنصاف انه تقول احنا حظوظنا بمتبقي من تصفيات كأس العالم حظوظ ضعيفة. الوضع القادم، القراءة القادمة المفروض ان يبني عليها الاستمرار او عدم الاستمرار، انا شريط بالمستقبل. موضوع تصفيات كأس العالم انا اعتقد موضوع صعب جدا. الاتحاد القائم على الاتحاد ينادون بالبناء، بناء منتخب للمستقبل، زين البناء يعني انت لازم تنطي المساحة الكافية للمدرب، المساحة الواسعة حتى يدير البناء. ما احنا اليوم نبني بالاعلى، البناء لازم يصير من المراحل القبل الاولمبي الشباب، هذا يصير المنتخب الوطني. يعني ما اعرف انه الاتحاد المفروض اذا عنده النية يستمر مع بيتروفيتش لازم يعطيه المساحة. يوم اذا ما عندك قناعة والدليل، الدليل القناعة ما تولد من خلال التصريحات اللي يقولون احنا راح نعطي المدرب مباراتين اللي هي قبل المباراه، يعني ما بعد المباراتين، يعني شنو الوضع، راح تضطر ترجع الى المدرب المحلي. الان انت بالنسبه لي انا رايت للصوره ما متبقي هو تحصيل حاصل ممكن تمشي مع المدرب المحلي، يهيئ لك اجواء للمستقبل. هو اعرف بطبيعه اللاعبين واعرف باللاعبين المتواجدين بالدوري، عنده درايه بكل اللاعب. اعتقد انه من الافضل والاجدر انه اليوم ضروره ملحه الاتجاه للمحلي في هذه الفتره بالذات، وبعدين بالاحقاقات اللي ممكن يكون للاتحاد رايها. كابتن سنتوقف مع بعض الاراء والانطباعات، نتابع نعم. ولنا عوده، خليك ويانا كابتن. اوكي، يعني مع الاستقرار التدريبي، لان تعرف الفتره السابقه التخبطات اخذت الشيء الكثير من وضع المنتخب العراقي. اليوم بيتروفيتش اعتقد هو قريب على المنتخب العراقي، خصوصا الفتره الاخيره اصبحت عنده رؤيه واضحه لكل اللاعبين. الان احنا في مرحله اضافه لاعبين شباب للمنتخب الوطني، اضافه للاعبين الخبره، اللاعبين المحترفين المميزين في دورياتهم، وبالتالي الفرصة لا تزال قائمة. يجب أن يكون الأمل موجود لحد آخر مباراة بالتصفيات. عندنا مباريات مهمة ممكن الحصول على المركز الثالث إذا ساندنا ودعمنا المنتخب من كافة الجوانب، تهيئة نفسيا وخططيا وبدنيا وفنيا، ومساند الإعلامية ومساند الجمالية مطلوبة. بعد هاي المباريات الثلاث تصفيات كأس العالم ممكن نقدر يعني يكون عندنا تخطيط لمدى بعيد، تعاقد مع مدرب على مستوى جيد أعتقد، حتى تجديد المنتخب، إضافة لاعبين، والاستقرار يكون مهم. أما بخصوص المدربين المساعدين أعتقد يجب أن نبتعد عن المحاباه، عن المجاملات، اختيار المدرب الكفؤ اللي يستحق إضافة حقيقية للمنتخب الوطني. أهلا بك كابتن مرة أخرى. بعد كل إخفاقة يعني تعرف من المفترض أن تكون هنالك دراسة، هنالك حلول، لكن دائما ما نشهد معالجات يعني متشعبة نوعا ما، منها ما يخص المدرب المساعد، وحتى أحيانا يعني المدرب المساعد يكون الضحية. وبما أنك يعني سبق وأن كنت يعني ضحية التغيير أيام فترة العمل مع كاتانيتش، كيف تفسر هذه الحالة؟ احنا في كل إخفاقة، بعد كل إخفاقة عندنا يعني كبش فداء نرمي عليه أخطاءنا، ودائما ما يكون ابن جلدتك ابن بلدك هو الضحيه الاضعف. بعد ما يعني الكل يتفق انه كنا في امم اسيا فريق جيد، قدمنا صوره لمنتخب عراقي جيد، صوره جيده، خرجنا من امم اسيا مع يعني كنت انا مع سيد كاتانيتش، خرجنا بفريق محترم، فريق عشان بيه الجميع. الاتحاد كان عنده راي اخر انه لا، لازم هناك تصير اصلاح، تكون اصلاحات قال لي انا ومدرب اللياقه الاخسر دار. وبعدها بدأت التخبطات أيضا واستمرت لحد الآن. اليوم المدرب المحلي رحيم حميد أيضا حسب ما نسمع أنه الآن يمحتون عن مساعد محلي، وهو واحد في ظل استاف تدريبي كامل كلهم أجانب. فما معقولة اليوم أنت من تكون يعني كل هذه الأخطاء ترميها بخانة المدرب المساعد، كل هذه الأخطاء ترميها بشخص واحد.
يعني اليوم شفنا في يعني منتخب مصر اللي فوز كيروش مع اربع مساعدين محليين، بالتالي الدول الاربعه من يكون عندهم قرار قوي راح يساعدون في قرار المدرب. اليوم مثلا رحيم حميد من يكون وحده مع ستاف مكون من خمسه او سته اشخاص اجانب اكيد راح يعني راح يكون رايه هامشي، رايه هو اكثر، وبالتالي يكون هو الحلقه الاضعف. الاتحاد بهذه القرارات احتفل جاي عالج بالقشور، ما جاي عالج جوهر المشكله، ما جاي عالج المشكله الرئيسيه. كابتن هل فعلا يعني للمدرب المساعد دور مؤثر وبالتالي يبعد احيانا بعد كل اخفاق؟ يعني هل عنده هذا الدور الكبير بحيث يعني هو من 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 يكون كبش الفداء؟ لا هو شوف باي نتائج سلبيه اليوم احنا مدربين، باي نتائج سلبيه من يتحملها المدرب؟ اولا المدرب هو من يتحمل كل الاخفاقات. النتائج الجيده تصب في مصلحه المدرب، والنتائج السيئه تصب ايضا في خانه المدرب. المدرب هو المسؤول الاول. احنا من نروح يعني كل هذه الانتكاسات، كل هذا الوضع السيء اللي بالمنتخب والذنب في خانه المدرب المساعد. نعم المدرب المساعد لازم يكون له دور مؤثر، لازم يكون له حضور وطني، ولكن انا قلت لك جزئيه مهمه. اليوم انت فرد واحد بضم فلاك فني متكون من 6 إلى 7 أشخاص كلهم جنسياتهم أخرى، كلهم يختلفون عن لغتهم، يختلفون عن تفكيره، فبالتالي أنت مرات يكون يعني رأيك مجرد استشارة، ما يكون رأيك مؤثر. إذا كان معك مجموعة راح يكون لكم تأثير. بنفس الوقت اليوم يعني هو شخص واحد مطلوب منه يتابع اللاعبين المحليين، مطلوب منه يتابع مباراة الدوري، مطلوب منه يعطي رأي، مطلوب منه. فأعتقد لو هذه لو هذا الدور يتوزع على اكثر من شخص يكون هناك الى حضور والى تاثير. اليوم العمل الفني موزع على مجموعه اشخاص، كل شخص يتحمل جزئيه معينه. اليوم مثلا يعني بالمنتخب بالمشاركه الاخيره الكل اشكل على موضوع اللياقه البدنيه للاعبي المنتخب الوطني، ونخليكم هذا الموضوع نناقش فيه مدرب اللياقه البدنيه الموجود بالمنتخب، لانه هذه صلب مسؤولياته. ليش مثلا نحملها للمساعد المحلي؟ ايضا استدعاء اللاعبين، نوعيه اللاعبين المستدعات، يعني اكيد وفق ما يشوف المدرب وفق فكره، ليش ايضا هاي نحملها للمساعد المحلي؟ كثير من الامور خليناها في خانه المساعد باختصار مساعد وحتى مساعد المدرب. نعم له تاثير، لكن القرار للمدرب انت عليك تقدم النصيحه، تقدم المشوره، هذا هو مساعد للمدرب. وبالتالي اعتقد احنا يعني جاي ننظر لعمل المساعد انه لازم يكون عنده قرار فوق قرار المدرب، هذا خطا. كابتن سنتوقف مع بعض الاراء والانطباعات، نتابع ولنا عوده، خليك ويانا كابتن. بعد ما ارتأى اتحاد كرة القدم تسمية المدرب بيتروفيتش للتدريب المنتخب الوطني بالمرحلة القادمة، يعني نتمنى أن يكون منتخبنا الوطني باستقرار على التشكيل، ثبات على التشكيل، أسلوب لعب واضح، لأنه من خلال بطولة كأس العرب لم تظهر القدرات الحقيقية للمنتخب الوطني بسبب عدم الاستقرار. فنتمنى بالفترة القادمة أن يكون هنالك استقرار على كل المستويات الفنية. كذلك بالنسبة بخصوص الجهاز الفني المساعد، أتمنى المدرب هو أن يختار جهازه المساعد وحسب المعايير المطلوبة، لأنه التدريب على مستوى المنتخب الوطني عملية ليست سهلة، يحتاج إلى كفاءات على مستويات عالية جدا حتى يكون هنالك انسجام تام بين الجهاز الفني وكل الجهاز الفني بصراحة، لأنه مطالب المنتخب الوطني أن يقدم مستويات تليق بتاريخ وسمعة كرة القدم بالعراق. أهلا بك كابتن. الجميع يطالب باستقرار تشكيلة المنتخب، وطبعا وآخر تصريح لبيتروفيتش بعد تجديد الثقة به صرح بأنه سيمنح فرصة لبعض اللاعبين الجدد، كيف ترى هذا الموضوع؟ والله شوف هذا يعني موضوع اختيار اللاعبين هو اختصاص فني بحت، اختصاص المدرب، وهذه خيارات.
ولكن المستغرب انه احنا البلد الوحيد اللي نجرب بكاس العالم، بتصفيات كاس العالم. المفروض احنا كل ما قبل تصفيات كاس العالم هو تجريب لكيف راح ندخل لبطوله كاس العالم. اليوم احنا بالتصفيات وصار مجربين اكثر من 50 لاعب، وهذه طامه كبرى ما تصير بس عندنا. كل المنتخبات مستقره اليوم، يعني حتى جمهورنا هسه يعرف مثلا اللاعبين السعوديه منهم مدافع يمين منهم مدافع يسار منهم قلب دفاع، حتى المنتخبات العالميه كلها مستقره الا احنا. احنا بالتصفيات نجرب زين، احنا وين كنا قبل التصفيات؟ البطولات اللي سبقت التصفيات معقوله ما صرف حتى فكره عن اللاعبين؟ المفروض اليوم احنا بالتصفيات عندنا 20 25 لاعب 30 لاعب، دول متولده بهم قناعه تامه راسخه من المدرب انه هم دول عندهم القدره يمشون بالتصفيات. عندي حتى لو اللاعب هبط مستواه في مباراه مباراتين انا عندي الثقه الكامله به، فبالتالي منح فرصه او منح يعني فرصة للاعبين جدد أعتقد يعني ما خايضين هذه التجربة أجازفة، لأنه اليوم أنت عليك أن تعتمد على اللاعبين المجربين بتصفيات كأس العالم. اليوم إحنا نتكلم على أهم استحقاق مربي الكرة العراقية كل 4 سنوات، فبالتالي أنا أشوف من الخطأ جدا أنه إحنا نجرب بتصفيات كأس العالم. طيب كابتن أريد أستغل وجودك يعني من خلال متابعتك ووجودك وطبعا واهتمامك بالطاقات والكفاءات في الدوري، هل تجد أن هنالك لاعبا قد ظلم يستحق الدعوة للمنتخب ولم توجه له الدعوة؟ إذا تعرف من هو، يعني هو احنا هم نحاول من خلال البرنامج لتسليط الضوء على بعض العناصر اللي فعلا تخدمنا إن كان يعني محليا أو خارجيا. نعم هو مو موضوع ظلم، هو مو موضوع ظلم، موضوع قناعات تختلف من مدرب إلى آخر. يعني هنا البعض يراها ظلم والبعض يرى أنه موضوع فني بحت، موضوع وجهة نظر مدرب. ولكن بالفترة الأخيرة مثلاً من صار عندنا ضعف في بعض المراكز، إذا نرجع إحنا اختياراتنا على ضوء الدوري المحلي فأكيد هناك غبن لبعض اللاعبين اللي يدون أداء جيد بالدوري المحلي. إذا مقياسنا الدوري المحلي مثلا اليوم سعد عبد الامير يقدم اداءات جيده بالدوري المحلي ومستقر مع النادي وكل مباريات يدي مباريات جيده مع الامارات مع نفط الوسط، وخاصه احنا في ظل شحه هجوميه وشحه مهاجمين شحه تسجيل. مهند عبد الرحيم وهو صاحب تجربه، اللاعبين اللي ذكرتهم صاحب تجربه بالمنتخبات الوطنيه والمنافسات الكبيره، وبالتالي في ضوء هذه الانتقاصات كان ممكن يتم الاستعانه بهم خاصه في بطوله كاس العرب الاخيره، لانه باعتبار احنا حتى جربنا لاعبين في غير مراكزهم. يعني اليوم ببطوله كاس العرب الاخيره اضطرينا نلعب لاعبين بغير مراكزهم لانه عندنا نقصات. زين احنا ليش ما كان نمنح الفرصه للاعبين اللي بنفس المركز اللي يؤدون اداء جيد بالدوري ما دام مقياسنا هو بطوله الدوري؟ اعتقد هو موضوع ظلم وانما موضوع قناعه من المدرب. كابتن أشكرك شكر الجزيل وممنون لحضرتك لتواجدك معنا في صدى الرياضة. كلمة أخيرة. أنا أشكرك شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله قدمنا ما فيه الفائدة للمشاهدين ومنكم التوفيق. شكرا جزيلا كابتن. مشاهدينا كان معنا عبر السكايب من العاصمة بغداد المدرب الكفء الكابتن أحمد خلف، شكرا جزيلا لانضمامه إلينا. إذن إلى هذه اللحظة كل المعطيات تشير بأن جميع المحاولات في إنعاش الكرة العراقية لم تجدي نفعا، ودائما ما نبحث أثناء وبعد كل مشاركة عن إجابات شافية علها تخفف من وطأة الانتكاسة التي حلت بكرتنا، فكل المشاركات هي عبارة عن خسارة في انتكاسة مذلة. ولا أعلم هل المكتوب علينا فقط أن نبقى نتذكر ونتحسر على تاريخ العراق وصولاته حين كان يتسيد العرب ويرعب منتخباتها. خليكم على الموعد، هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.